مشاهدينا خلينا نروح دلوقتي ونتابع مع حضراتكم أهم الأخبار والأحداث اللي هتحصل النهاردة بإذن الله في سياق هذا التقرير. بخصوص الأخبار اللي هتحصل النهاردة، فالنهاردة تنطلق فعاليات الحفل الختامي للأسبوع العربي للبرمجة في دورته الثالثة تحت عنوان اللغة العربية والإبداع الرقمي، بحضور وفود من 14 دولة عربية وبمشاركة وفود رفيعة المستوى، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ومؤسسة الأزهر الشريف والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم والجمعية التونسية للمبادرات التربوية بمقر مركز مؤتمرات الأزهر الشريف بمدينة نصر. النهارده سكك حديد مصر هتشغل خدمه جديده بعربات تحيا مصر ما بين محرم بيك الحمام والعكس على خط الاسكندريه مطروح، وده للعمل على توفير سبل الراحه للركاب والارتقاء بالخدمات المقدمه ليهم. لعشاء الدوري الانجليزي الممتاز النهارده هيكون معادنا مع 7 مباريات حماسيه، ابرزها مواجهه ليفربول الانجليزي مع برنتفورد الساعه 2:30 الظهر، وتوتنهام وولفرهامبتون الساعه 5 مساء، ومانشستر سيتي وتشيلسي الساعة 7:30 بالليل.